بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا كلمة ان فري كات ده بيشغل بيم، خلينا نشوف الموضوع ده حقيقي ولا احنا بنهجص. هاجي من هنا من فايل هقول له نيو، اقول له انا عايز ارسم وول، فبلاقي ان هو بيقول لي انت عايز الوول ده الويتس والهاي بتاعه قد ايه، فبدي له الارقام اللي انا عايزها. وليكن مثلا الويتس هنا مثلا 200 مللي، والهاي 3000، اعتبر الحتة بالشكل دوت. تمام، تعال نشوف 3D اهيت. طيب تعالى نروح نرسم حاجة سكتش كده، وبعد كده نحولها لول. هاجي هنا للسكتشر، اقول له انا عايز ارسم، اعمل لي سكتش جديد وابدأ ارسم شكل مثلا وليكن بول لاين. نعم، وممكن اقول له انا عايز ده وده مثلا يبقوا في توازي بينهم، ده وده يبقى عمودي على بعض، عمودي. طيب دلوقتي بقى هقول له انا عايز ارجع بقى للشكل بتاعي اللي هو الار. اجي هنا الاقي ان الخط كله اتحول بالشكل دوت لحوائط مرة واحدة. طيب دلوقتي هقول له عايز ارسم مثلا structure object. تمام، خلينا نرسم مثلا، نروح تاني للسكتشر. تمام، اقول له ارسم سكتش جديد، اديله شكل بسيط مثلا وليكن الشكل دوت. تمام، اقول له ايه، روح تاني للارك. تمام، الشكل دوت هقول له اعمله لي زي الارضيه بتاعتي او الفلور بتاعتي. تمام، اجي هنا في السكتش الاقي الخصائص بتاعته، اقدر اغير الخصائص زي ما انا عايز. تمام، انا يعني عايز تغير الويتس، عايز تغير الهاي، عايز تخليه يجي يمين شمال، تغير اسمه زي ما انت عايز. تمام، طيب خلينا مثلا نروح كده للثري دي. عايز احط هنا باب، اجي هنا ده للويندو وللباب، اجي الاقي في عندي سيمبل دور اهوت. اجي احط هنا الباب، هقول له الويتس بتاعي مثلا 800 والهاي بتاعي مثلا 1500، وبعد كده مثلا انا عايز اغير المسافة ديت اللي هي دبل واحد، خليه مثلا 200 200 200، وابدأ احط الباب بتاعي عليكم مثلا هنا. على الباب اهو اتحط، تقدر برضه تحط شباك، اي حاجه انت عايزها. تمام، دي الحاجات الخاصه بالاركتكتشر البيم في برنامج الفريكاد.